إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى من عظمته في شأنه، وحكمته في خلقه، وعزته في أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، أن قسم الأرزاق بين خلقه بما فيه صلاحهم، فجعل الناس أغنياء وفقراء، وأصحاب مال وأجراء، وخداما ومخدومين، وأمرهم بأداء الحقوق وحفظها. قال ربكم سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره للآية الكريمة: ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع، فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. انتهى كلامه. ولما كانت أعباء الحياة كثيرة على الناس ومشاغلهم الدنيوية لا تنتهي ولا تنقطع، والشريعة قد حدت ورغبت في العبادات والطاعات، والوقت يضيق بهذا وهذا، فقد أباحت لنا الاستعانة بالخدم في قضاء الحاجات، وأذنت لنا باتخاذهم أجراء ليستعين المؤمن والمؤمنة بذلك على ما أمره الله عز وجل من أداء الواجبات والإكثار من المستحبات. عباد الله، إن لهؤلاء الخدم حقوقا يجب أداؤها ومراعاتها وحفظها وصيانتها، ولكنها وللأسف الشديد غابت عن الأذهان، أو غابت عن أذهان بعض الناس اليوم. فمن حق الخادم على مخدومه أن يعرف قدره ويعطيه أجره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه. رواه البخاري. ومن حقهم ألا يشق عليهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم، وإن كلفتموهم فأعينوهم، وإن قصروا فلا تكثروا عليهم العتب واللوم، فالرفق في كل الأمور مطلوب وفيهم خاصة مرغوب. فعن أنس
ابن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله والله ما قال لي أخفا قط، ولا قال لي بشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. أخرجه الشيخان. وعن المعرور بن سويد رحمه الله قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالردة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجه الشيخان. وإن تكرر منه تقصير أو زلل فالعفو عنه من سمات المؤمنين، ومن عفى عن الخلق تجاوز الله عنه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. أخرجه أبو داود والترمذي. وليتجنب الكفيل سب الخادم أو لعنه أو ضربه أو إهانته أو تهديده تلويحا أو تصريحا، فإن ذلك عاقبة أمره الحسرة والندامة. فعن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء رحمه الله جميعا بأنجاد من عنده، أي متاع بيته. فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعن. فلما أصبح قالت أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفاك لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابهم أو عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قالت: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كتب الإحسان على كل شيء ورغب في حسن صحابة الخادم والأجير
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم المصير. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وبطاعته في الفقر والغنى، وبعبادته وأداء حقوقه وحقوق عباده. أيها الناس، وإن من حق الخادم على مخدومه أن يطعمه من طعامه، وأن يلبسه أفضل اللباس، وأن يسعى في علاجه، وأن يعينه على أداء الفرائض والمكتوبات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فلم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، أخرجه الشيخان. فالخدم أيها الإخوة من وسائل الإعانة التي جعلها الله عز وجل تحت أيدينا لنستعين بهم على شؤون الحياة حتى نتفرغ لطاعة الله تعالى. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم السبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا تقول فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ وهم قد سألوا خادما يخدمهم: إذا أخذتم مضاجعكما أن تكبرا 34 وتسبحاه 33، تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، أخرجه الشيخان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم تقبل مساعينا وزكها وارفع درجاتنا وأعلها. اللهم اعتقنا من رق الذنوب، اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخلصنا من شر النفوس، وباعد بيننا وبين الخطايا، واجرنا من الشيطان الرجيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا ووفقهم لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على التقوى، والف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وانصر بهم الاسلام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا لصلاتكم رحمكم الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر شيخنا، حفظك الله. استووا تراصوا، اعتدلوا للصلاة، يرحمني ويرحمكم الله. ساووا صفكم،
فإن تسوية الصف من إقام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.